مساء الخير يا مولانا. ربي يبارك فيك، تفضل. الله يخليك رب. هو أنا الوالد عندي تعبان شوية، شفاه الله وعافاه يا رب، اللهم آمين. فمن يومين كنت بنام خلاص يعني، وفي الغفوة الأخيرة من النوم سمعت صوت والدتي بصوت قوي جدا كويس في وداني، قالت لي البقاء لله. واللي جه ساعتها في بالي هو الوالد. فقمت من النوم مفزوع، حسيت بانه في عز البرد ده، حسيت يعني ان جسمي سخن بطريقه رهيبه جدا، وقمت من النوم. يعني بدات المس الواقع علشان الحمد لله اتاكد ان هو عايش يعني. فعايز اعرف ده ايه، وده كان الساعه 3 قبل الفجر يعني، الساعه 3 بالليل. لما اشوف ان انا مت ده حياه ليا، فقال لهم الله موتوا ثم ايه؟ احياهم. ثم احياهم بعد. فقال لهم الله موتوا ايه؟ ثم احياهم. طب انا لو شفت ان انا بقى اموت واصحى، اموت واصحى، تبقى توبه من ذنب. ليه؟ لان ربنا قال لنا كده في القران، قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. لكن يا استاذ مصطفى، الوالد والوالده كنز. كنز ايه؟ لا يفتح، لا يفتح الا بعد موتهما. طولة ما انا والدي ربنا مديله الصحه وانا قادر ان انا اغتنم من الكنز دون، ما سيبوش لحظه. والله ببرهم يا مولانا الحمد لأن لله. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد درجات المنبر، في الاولى امين، وفي الثانيه امين، وفي الثالثه امين. فالصحابه سالوه لما نزل، سمعناك تقول امين، قال اعترضني جبريل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله، خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. يا كل من تجد والدك والدتك في حياتك، حافظ على الجنة، فإن ببر الوالدين تفوز بالجنة. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل.